السلام عليكم، شحال من واحد كيسولني واش غادي ندير القفه في الرمضانيه. ان شاء الله غادي ندير القفه في الرمضانيه، غير بعض المشاكل وقعوا لينا في القفه في الرمضانيه، داكشي علاش كنحاولوا نصلحوها. وثاني حاجه، راه الاسئله اللي كطرحوا عليا للاستاذ مصطفى الهلالي راه غادي يكونوا في رمضان ان شاء الله. بلا ما نطولوا في الهضره، ما تنساوش ديروا معكم لايك، نزلوا صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. انا من 2020. يكون خير. ادريس علامته هو فاش كتبغي تصدر شي حد. بلا المهم انا تمشي نوم من بعد ان شاء الله. انا دابا غادي لواحد الكوكب تنجيو نقول دراري ما بالوش فيكم مع هاد الزوان. قلب جيب خويا فرعون فاش كنتي كتشرب ما طاح لك السوارت لا والو. ودابا انت داخل الدار وكتقلب على السوارت، كي درتي انت دخلتي؟ لا احد، انا فاش كنت عندي 7 سنين. مريم وي ايه قاعد في التليفون كلشي. امي هاني شنو قلت انا؟ ديك الساعه ما كانوش دايرين فيه 4 الزيرويات قريبا مع هذا غلاء الاسعار. هادو مالين هنا هما 12 عام. ها هادو 12 عام هما مالين 12 عام 12 عام تفضلي اختي دوزي ليا هنا مكاشن جوج تغميسات سير 12 عام شحال من واحد قيد البونجه 12 عام خبصهم عمر الماء هادو 4 سنين هادو 4 سنين هادو 12 عام 10 سنين بلاتي يا خويا شويه ما تقسم شوف شوفوا معايا القياس قفالة لواحد الريح 12 عام قفالة لواحد اسمحوا لي هذا جاني 15 عام وقيله كملوا لا ليست ديال 15 عام هذا 15 عام هذاك الشيء الناس الكبار 15 عام هذا الشيء اللي غادي 25 شهر 4 وديروا بحساب راه حتى نهار 20 شهر 4 راك 15 طيب الوالد هذا معرفه شدي 15 لا ما كاينش معرفه لا ما عرفش المعرفه ما كاينش معرفه هذا شو ما كايناش كل ما جاك شي حاجه كونتروبوند وما كانش كاسكروت في العشيه ممنوع لا قهوه لا والو مواليد 74 زياده 74 مواليد 74 شوفوا لا ليست ديال 74 ايه حسن علي او دوزوا الكونتروبوند حسن زياده 74 الله يدي شي واحد يديروا عقلهم وبعدا حشومه بعدا تقولوا ديك الكلمه على قدها على قبل حشومه تقولوا بحال هكاك انا بعدا ما عمرش حد ما قال لي بحال هكاك وعمر شي تعليق ما دار لي بحال هكاك وبعدا راه دمرتوني فين قلتوا لي هذا وبعدا هذاك اللي تيقول حبيت داك الشمش انا في الحقيقه ضحكت عليه ولكن راه ماشي انا بعدا حبيت الشمش تيجيني ماشي هو هذاك ولكن انا ماشي هو فهمتي وانا هكاك مع صحابي تنضحك تندير ولكن ماشي فهمتي الا كانوا يجيبوا يض وما عرفت كي دايروا تطور داكشي سير اولدي الله يعفو عليك سير اولدي شري لك شي سكاته ولا شي رضاعه سكتنا غا شويه بلا. الله وني بو دابا افين الغرابة شتي واحد مالح لي الغرابة سير اخالتي هاديك اخالتي شكون لي جالك في بالك تفكرت واحد السيدة الله يذكرها بخير كنت مسمع عليها بقرع الليل شوف حبيبي زعلان شوف حبيبي زعلان هادي فاش كتقلق منك ها مولفة يا
يلا ودي بده انت يلا يلا ودي بده وراكم جهلتو ولا درا الجل هادي انا وجدت فيكم شي واحد نين وعيرني شي واحد ابين قوسين هذا راه دري هب 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 ولا يتعارفه ما غاديش يعضك داكشي علاش داير اللي بغات انت غير يلا مع يوم وتخافش عاود شوفنا يطلع شو لا 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 عارف واحد السيد كيدير السوقان بحال هكا ما عندوش شي حاجه سميتها الفران والو الحارس العام والله هو اللي ما تدخل حتى تجيب بوك انا ان لله وانا اليه راجع اش داك تتغيب عوا هذه كانت غطره لي في الصوره الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها أين البلاغة في هذا في تلك الآية شو كانت الناس نفكر حالة أنه خلق الخمير مشان ينكحوها نعم الله يقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها صح لم يقل لكي تناقشوها يلا نضيت قاعد يا لسلامتك يصرف خو ولي خوي عليه الماء لا 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 هاك ما في موالو ما باينه غير تمثيل انا حسب التشاكيطه راه ما يمكنش صباح الخير ما تدوش عليه الله فيق من الناس إدارة سعود هادي ليتس جو ودابا غادي نهزو الكاكس ديالنا ونمشيو رحلة البحث عن التلج بطبيعة الحال راه التريب الثاني عندي الأول درته من هنا تال الصويرة المرة الثانية كنقلبو على شي بلاصة فيها التلج كنقلبو كنقلبو تلقينا بأن النواحي ديال تارودانت راه طيح في واحد منطقة تما التلج هي اللي غادي نمشيو ليها دابا بطبيعة الحال غادي نمشيو بالموطور كاينة تقريبا 217 كيلومتر يعني من أكادير حتى لتما تقريبا شي 3 السوايع حتى 4 السوايع المساند الرسمي أجي نقول لك اش هو نقول لك ما كداش ما كداش انا غنسوق في الارين تاع الروتور صافي صافي يلا سير بطبيعه الحال اول حاجه كنديروها كنفيريفي الروايد واش مقادين اولا لا من بعد كنديروا ليسانس احنا دابا شادين الطريق بسم الله توكلنا على الله وبما انها كاينه 156 كيلومتر يعني نقسموها على جوج انا غادي نسوق النص ديال الطريق والدري غادي يسوق حتى هو النص ديال الطريق اخباركم كان الحلم ديالي فاش كنت صغير هو انني نمشي نشوف الثلج دائما كل عام كنقول هذا العام غادي نمشي لاوكيمدن هذا العام غادي نمشي واحد البلاصه فيها الثلج هاد العام ساعة ما كتبش إلا هاد النهار هذا اللي قررت فيه أنا والدري أننا نمشي ونقلبوا على التلج في مكان كان في السماء نمشيوا ليه كان في الأرض نتبعوه وحنا غادين في الطريق بلينا التلج كين فوق الجبل وفرحت قلت وأخيرا غادي نشوف التلج وخدت بالي كل مسافة قريبة وطرعت شحال ضربنا عليها سير يا خالي ابراهيم سير يا خالي ابراهيم الجامة وصلنا تما الطريق ما كيشدكش الملل بالعكس واش كتستمتع بهاد المناظر الطبيعية وقادير 61 كيلومتر يعني احنا ضربنا 61 كيلومتر دابا حرك غادي نشدو طريق ديال ورزازات وتارودانت نيش انا تجيها اللهم بارك على جو اللهم بارك الشانطيات راه انا غادي نسوق في الروتور مال بعد ساعه ونص ديال الطريق يلا وصلنا ولاد ملحه الجبل اللي كان كيبان لينا فيها الثلج صافي راه تغطى ولكن واخا يبان لكم قريب بحال هكا ولكن راه مازال واحد طواله تقريبا بقات لينا ساعتين ديال الطريق حنا راه ما شادينش الطريق كونتينيو انما كيبان لينا شي منظر زوين نجلسو كنستراحو منها كيستراح الموتور منها حنا كنستكشفوا المناطق اللي كاينين تما هاد اللحظه هادي الدرعيه قال لي اجي سوق انت قلت لي ياك درنا انا وياك انت تسوق نص الطريق وانا نص الطريق قال لي اودي شوف كيدير حتى انا باغي نصور وكذا صافي قلت لي يلا زيد الجو سبحان الله العظيم كل كيلومتر كيتبدل كيلومتر فيها الشمس كيلومتر فيها الضبابه كيلومتر عاوتاني فيها الشمس كيلومتر فيها الضبابه دابا راه جينا لواحد البلاصه بقات لينا تقريبا 100 كيلومتر هنا راه داير بين الشجر ديال الارغان والواد حنا كنا كنتسناو الواد انه يعمر ولكن غادي ندير واحد الحاجه زوينه
شو انا كنت كندوي اللي كيما تسمع والو. قلت لكم ان هذا المنظر هذا خاصو حاجه واحده، ان الوادي يدوز وتسمع الصوت ديال الماء وكاين السكات الصوت ديال العصافير. وانا قلت لكم الحلم ديالي انه غادي يتحقق من هنا لواحد قريبا ساعتين حتى ثلاثه ديال السوايع غادي نوصلوا للثلج ديك البلاصه. فاش قالوا لنا انه كاين الثلج، واش غادي يكون الثلج او لا؟ هذا الشيء اللي غادي تعرفوه في الفلوق الجاي.